السلام عليكم طلابنا الأعزاء، أهلا وسهلا فيكم. قدم لكم اليوم نستكمل المادة اللي انتهينا فيها في المدرسة، نستكمل المادة ضايل علينا، مادة علوم الحاسوب. إحنا قسم الحاسوب، قدم لكم المادة اليوم طلاب الأول ثانوي علمي وأدبي. إن شاء الله تكونوا جميعكم بخير وصحة وسلامة عليكم وعلى أهلكم جميعا وعلى أحبائكم. طيب يا شباب وصبايا، في الحصص الماضية في المدرسة تمام أخذنا الفصل الأول من الوحدة الأولى اللي هي أنظمة العد، كان مقدمة في أنظمة العد، وأعطيناكم الفصل الثاني اللي كانت التحويلات بين أنظمة العد المختلفة. والآن راح نستكمل ونبدأ بالفصل الثالث، الفصل الثالث من الوحدة الأولى لأنظمة العد اللي هي العمليات الحسابية بالنظام الثنائي، العمليات الحسابية بالنظام الثنائي. طبعا هذا الفصل راح نستعرض فيه الجمع والطرح والضرب، عملية الجمع والطرح والضرب. الآن الطلاب بص يعني ممكن تنظروا الآن تستغربوا، طب يا أستاذ ما احنا أخذنا الجمع وأخذنا الطرح وأخذنا الضرب بالصف الأول، جايين احنا في الاول ثانوي او في التوجيهي جايين نرجع ناخذ جمع وطرح وضرب بالاول ثانوي او بالتوجيهي؟ احكيكم نعم، انه راح ناخذ الجمع والطرح والضرب بس بالنظام الثنائي وليس النظام العشري، وليس النظام العشري. احنا اللي اخذناه في الصف الاول والثاني والثالث والخامس تمام اخذناهم كانوا بالنظام العشري اللي هي الرياضيات اللي نعرفها احنا بالنظام العشري، بس اليوم راح نستعرض عملية الجمع والطرح والضرب بالنظام الثنائي. يعني راح نجمع بالنظام الثنائي، راح نطرح بالنظام الثنائي، وراح نضرب بالنظام الثنائي. قسمة مش مطلوبة منكم، بس راح نعمل جمع وطرح وضرب. طيب نتساءل أول سؤال ممكن يجيني تمام، أو الطالب يتساءل تمام، علل العمليات الحسابية بالنظام الثنائي بالنظام الثنائي أسهل من إجرائها بالنظام العشري، طيب عندنا سؤال يمكن تستغربوا منه شوي، نعيده. علل العمليات الحسابية بالنظام الثنائي أسهل من إجرائها بالنظام العشري. طيب نتذكر إحنا حكينا لما عرفنا بالدروس الماضية النظام العشري هو نظام مستخدم عند الإنسان، اللي هي رموزه من 0 إلى 9 وأساسه 10. أما النظام الثنائي فهو نظام مستخدم في الحاسوب، اللي هي رموزه 0 و1 فقط وأساسه 2. طيب العمليات الحسابية بالنظام الثنائي أسهل من إجرائها بالنظام العشري، يعني نعمل جمع وطرح وضرب بالنظام الثنائي لسه أسهل من أن نعملها بالنظام العشري اللي هو نظام الرياضيات نظام الإنسان، بالنظام الثنائي أسهل. طيب فكرك ليش؟ ليش فكرك النظام الثنائي أسهل من إجرائها بالنظام العشري؟ من خلال اللي حكيته قبل شوي، النظام العشري فيه 10 رموز، أما النظام الثنائي فيه رمزين، فأتعامل مع رمزين أسهل ما أتعامل مع 10 رموز. إذن لأن النظام الثنائي يتكون من رمزين فقط اللي هم رمزين فقط، شو هم؟ اللي هم الزيرو والون. لأن النظام الثنائي يتكون من رمزين فقط هم الزيرو والون، ولأن النظام الثنائي ولأن أساسه 2. إذن التعامل بالنظام الثنائي في العمليات الحسابية الجمع والطرح والضرب أسهل، النظام الثنائي ما في عندي غير رمزين بس هم الزيرو والون وأساسه 2. أما النظام العشري في عندي 10 رموز أو 10 رموز وأساسه 10، راح يكون أصعب من النظام الثنائي. طيب نبدأ الآن فيهم واحد واحد،
نبدأ فيهن واحد واحد. وراح نبدأ أول شيء بواحد الجمع، راح نبدأ أول شيء بالجمع. الجمع راح نبدأ بالجمع. طيب عند إجراء عملية الجمع، عند إجراء الجمع يجب اتباع القواعد الآتية، القواعد الآتية. خلينا نشوف شيء القواعد، تمام. طبعا الآن أنا راح أجمع كل الجمع، راح يكون عندي بالنظام الثنائي مش بالنظام العشري، لأن النظام العشري بنعرف وأخذناه بصفوف صغيرة كمان، بس الآن نتعلم كيف نجمع مثل هاي العمليات النظام الثنائي. أول وحدة راح تكون عندي 0 زائد 0 كم تساوي؟ اللي بعدها 1 زائد 0 اللي بعدها 0 زائد 1 الآن راح نجاوبهم واحد واحدة. واللي بعدها 1 زائد 1 واللي بعدها 1 زائد 1 زائد 1 واللي بعدها 1 زائد 1 زائد 1 زائد 1 إذن بدي أراعي هاي القواعد عشان أعرف أحل الأسئلة اللي بعد هاي القواعد، أعرف أحلها، بدي أشوف هاي القواعد شو جوابها. طبعاً أعيد أنا هون عمليات الجمع راح تكون كلياتها بالنظام الثنائي، بجمع بالنظام الثنائي. خلينا نبدأ فيهن واحد واحدة، زيرو زائد زيرو بالنظام الثنائي زيرو. طيب 1 زائد 0 1 0 زائد 1 1 طبعا من النظام الثنائي. طيب نبدأ اللي بعده، 1 زائد 1 1 زائد 1 2 بالنظام العشري 2. طيب الآن بتعامل مع نظام ثنائي، واحنا بنعرف النظام الثنائي ما في عندنا 2، يعني الجواب هو 2 بالنظام العشري، 2 بالنظام العشري. طب كم بالنظام الثنائي؟ اللي حول 2 من عشري وكأنه بده يحول 2 من عشري إلى ثنائي، تمام؟ طيب شو تحويلة 2 من عشري لثنائي؟ لو ترجع للتحويلات وعملت عملية إجراء عملية التحويل 2 عشري إلى كم 2 تساوي العشري كم تساوي بالثنائي، راح تطلع معاي اللي هي 0 1 بالنظام الثنائي 0 1. يعني لو أجريت عملية تحويل من عشري 2 من عشري لثنائي على طريقة ترتيب على طريقة القسمة لأنه 10 عندي إيش معلوم على طريقة القسمة، لو أجريتها هتطلع معاي 0 1 0 1. طيب نروح على اللي بعدها، 1 زائد 1 زائد 1 أعطتني 3 بالعشري، بس إحنا ما بدنا بالعشري، إحنا بدنا نتكلم الآن عن النظام الثنائي. طب كم 3؟ كم 3 بالعشري؟ 3 بالعشري كم تكافئ بالثنائي؟ لو جيت وجريت عملية التحويل على طريقة القسمة حولت 3 بالعشري إلى الثنائي، راح تلاقيها تكافئ، الواحد واحد من نظام الثنائي، طيب روح على القاعدة الأخيرة، 1 زائد 1 زائد 1 زائد 1 تساوي 4 من نظام العشري، بس أنا بتكلم بالنظام الثنائي، 4 من نظام العشري. طب كم تكافئ في النظام الثنائي؟ على التحويلات على طريقة القسمة، لو حولت وجريت عملية التحويلات راح تطلع معي، التالي 0 0 1 0 0 1. إذن هاي القواعد بستخدمها الآن في حل المسائل، أول 3 منهم بينات 0 زائد 0 0 1 زائد 0 1
صفر زائد واحد واحد. الآن عندي الاثنين والثلاث والأربعة. الاثنين واحد زائد واحد اثنين بالنظام عشري، بس أنا عم بجمع بالنظام الثنائي، ما احنا درسنا بالنظام الثنائي. أنا بدي أجمع بالنظام الثنائي، احنا درسنا بالنظام الثنائي. طيب شو أعمل؟ عندي طريقتين، يا إما بحفظها حفظ صفر واحد، أو إذا بدي أستخدم الفهم واحد زائد واحد اثنين بالعشري، أحول اثنين بالعشري لثنائي بتطلع معك صفر واحد صفر واحد. طيب ثلاثة كذلك نفس الأمر، تمام؟ واحد زائد واحد زائد واحد ثلاثة بالعشري، ولكن أنا بدي بالنظام الثنائي لو حولته وجريت عليه عملية تحويل راح تطلع معك واحد 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 واحد. وأربعة كذلك، واحد اثنين ثلاثة، واحد اثنين ثلاثة أربعة، بالنظام العشري حولها للنظام الثنائي تطلع معك صفر صفر واحد. يعني بالمختصر واحد زائد واحد صفر واحد، واحد زائد واحد زائد واحد واحد واحد، واحد زائد واحد زائد واحد زائد واحد صفر صفر واحد. وهاي لا تقرأ عشرة، هاي مش عشرة، هاي تقرأ من اليمين صفر واحد. وهاي لا تقرأ 11، لا تقرأ 11، احنا كان نظام ثنائي، نظام ثنائي يقرأ من اليمين لليسار واحد واحد. وهي لا تقرأ 100، لا تقرأ 100، تقرأ صفر صفر واحد صفر صفر واحد. بس في طلاب اختصارا، في طلاب اختصارا بيحفظوها 2 10 3 11 والأربعة 100. طبعا هاي طريقة خاطئة، ولكن ممكن يفهمها، يمكن يحفظها باستخدام هاي الطريقة، بس هي طريقة علمية لا مش هيك الصح. طريقة علمية تقرأ صفر واحد، وهي تقرأ واحد واحد، وهي تقرأ صفر صفر واحد صفر صفر واحد. إذا هاي القواعد الأساسية لعملية الجمع. والآن بعد هيك، بعد ما أخذنا القواعد راح نأخذ مسائل ونطبق هاي القواعد، ونطبق هاي القواعد على الحل، نطبق هاي القواعد على الحل، تمام؟ نطبق هاي القواعد على الحل ونبدأ فيها. طيب انا يعني تمام افضل انه الطلاب يكتبوا على الدفتر، تمام؟ عشان ما اطلق ترجع للفيديو، انت بامكانك تلخص، تلخص على الدفتر اللي بنكتبه، عشان ما اطلق ترجع للفيديو ترجع للفيديو ترجع للفيديو، بتلخصه على دفترك تمام، بصير امورك مرتبه وكل شيء تمام. راح الان نبدا في الاسئله، بس قبل ما نبدا في الاسئله الان بامكانك توقف الفيديو شوي، توقف الفيديو شوي، تمام؟ دفترك جنبك جاهز، دفترك جاهز جنبك، وتبدا تلخص اللي كتبناه، تمام؟ تبدا تلخص كتبناه وبس تكمله، بترجع بتكمل الفيديو. يعني كل ما بدنا اقلب الصفحه، تمام؟ راح احكي لك هاي المعلومه عشان توقف الفيديو وتكتب وتلخص هذا على دفتر، تمام؟ عشان يصير كل امورك جاهزه ومرتبه جنبك، احسن ما تضلك ترجع للفيديوهات وتتخربط. وإن شاء الله الأمور والغمة والهم هذا يزول عن قريب، ونرجع نشوفكم في المدرسة، ولكن للاحتياط نكون إحنا جاهزين، دفترك جنبك، أمورك كلها جنبك، وتكون جاهزة بحال في امتحانات، بحال تمام ما بدك ترجع للفيديو هذاك مخربط، تكون أمورك جاهزة على دفترك قدامك، تمام؟ وأنا راح أعطيك المادة بكل تفاصيلها وكل أشكالها، تمام؟ بحيث إنه الامتحان مش راح يطلع عن هيك، إن كان بالمدرسة وإن كان بالوزارة. فما تخاف وريح امورك، وراح امشي معك شوي شوي، امشي معك شوي شوي، راح اوصل المعلومه حتى للمستوى اقل، مستوى متوسط، مستوى كبير، كله راح توصل للمعلومه ان شاء الله، تمام؟ فيتحملونا مستوياتهم عالي شوي، تتحملونا لاني يمكن اكون بطيء شوي، ولكن احتراما للمستوياتهم شوي اقل عشان يفهموا معنا، نتحملهم كلنا مع بعض وبين الله. راح نبدأ الآن، راح نبدأ الآن، راح نبدأ حل الأسئلة ونطبق هذا الموضوع بشكل عملي، بشكل عملي مع بعض، نطبق هذا الموضوع بشكل عملي مع بعض. نشوف، نشوف السؤال التالي، سؤال، سؤال جد ناتج ما يلي بالنظام الثنائي، بالنظام الثنائي. راح اعطيك اكثر من فرع، هاي فرع الف وهي فرع ب، فرع الف فرع ب. نحط السؤال عندنا المطلوب من عندي، تمام؟ 1 0 1 زائد 0 0 1، هذا فرع الف. فرع ب 1 0 0 1
زائد 1 1 1 1. تمام. اذا عندنا فرعين، جد ناتج مالي بالنظام الثنائي، هو مجهز لك ومرتب لك المساله، صفت لك اياهم تحت بعض، وانت عليك توجد الناتج بالنظام الثنائي. طيب نبدا نوجد بالحل، وركز معي شوي عشان تفهم الموضوع، سهل كثير. نبدا في الالف. في الالف مثل الرياضيات المعتادل بتعرفوها، راح نجمع كل خانه وخانه تحتيها جمع على طول مباشر، بس ما بنسى عندي بالنظام الثنائي. نبدا 1 زائد 0، 1 زائد 0 على القاعدة اللي أخذناها قبل شوي، 1 زائد 0 طلع معي 1. 1 0 زائد 0 0 زائد 0 0 زائد 0 زي الرياضيات المعتادة، 0 زائد 0 راح تعطيني 0. طيب والخانة الثالثة 1 زائد 1 1 زائد 1، ليست 2، 2 من النظام العشري، حولها النظام الثنائي على القاعدة اللي اخذناها قبل شوي، شو بتطلع معك؟ 1 زائد 1 1 زائد 1 لي 2، 2 بس بالنظام الثنائي طلع معك 0 1. هيك بكون، وهي النظام الثنائي، هي النظام الثنائي، وهيك بكون انتهينا من حل المسألة، انتهينا من حل المسألة. ناخذ معي الجواب 1 0 0 1. طيب المفروض في أسئلة الجمع أو في أسئلة الفصل هذا ما تخطأ إطلاقا، ما تخطأ إطلاقا، يعني في معلومة مهمة تمام، وشي بشرة حلوة إنه نسبة الخطأ لازم تكون إنك 0% تحل هيك أسئلة. ليش؟ لأنه في عندي التأكد، طريقة التأكد، التأكد من صحة الحل. طيب شو التأكد يا أستاذ من صحة الحل؟ التأكد من صحة الحل، أنا عندي هون الرقم الأول، هي الرقم الأول، وعندي الرقم الثاني، هاي الرقم الثاني زي ما انتم شايفين، وهنا هذا اسمه الناتج. الناتج طبعا الرقم الاول والرقم الثاني والناتج كلياتهم بالنظام الثنائي، بالنظام الثنائي. طب كيف بدي اتاكد؟ طلع كيف بدي اتاكد؟ بحول الرقم الاول للعشري، وبحول الرقم الثاني للعشري، وبجمعهم واشوف كم الجواب. خلينا نشوف 1 0 1 1 0 1 بالنظام العشري على الطريقة السريعة اللي علمناكم إياها، بحط فيها أوزان الثنائي 1 2 4 عن الطريقة السريعة، 0 راح 0 راح، 1 زائد 4 تطلع معي 5 بالعشرة، زائد هاي الرقم الأول، رقم الأول، رقم الأول 1 0 1 كم يكافئ بالعشرة؟ 5، زائد هاي زائد. طب الرقم الثاني نفس الشيء على 1 2 4 أوزان النظام الثنائي، الصفر راح والصفر راح، ظل عندي 4، إذا الرقم الثاني 4، الرقم الثاني طلع معي 4، إذا الرقم الأول طلع معي 5 والرقم الثاني طلع معي 4. واللي هون صفن وبقول له أستاذ شو بدك تعمل؟ أنا بحكي لك أنا هيك مسألة عندي انتهت، تتأكد من الحل، تتأكد من الحل، تتأكد من الحل. هون السؤال مش طالب التأكد، بس موقف أسئلة الثانية يطلب التأكد. شو يعني يتأكد؟ شو يعني يتأكد من الحل؟ يعني حول الرقم الأول لعشري والرقم الثاني العشري، والتحويلات اخذناها في السابق، يعني كلياتنا بنعرف نحول، تمام؟ وشوف شو بيطلع معي الجواب، وبتاكد بقارنه العشري مع ثنائي، بحول العشري، حولت العشري، وبعدين بشوف شو الحل. اذا حولت الثنائي العشري، حولت الرقم الثاني العشري، بشوف شو كم الجواب بيطلع معي. 5 زائد 4 بالعشري الان، تاكد بالعشري، 5 زائد 4 طلع معي الجواب 9 بالعشري. 9 بالعشرة. طيب روح نشوف هل هاي تكافئ 9؟ هل هاي تكافئ 9؟ عن النظام السريع 1 أوزان الثنائي 2 4 8، الصفار طارت، صفى عندي 1 زائد 8 9، إذا جوابي صح 100%، جوابي صح 100%، تمام؟ جوابي صح 100%. اللي الآن بحكي يا أستاذ شو بتعمل وكيف حولت؟ تمام، يرجع يراجع التحويلات، يرجع يراجع فصل التحويلات، كيف نحول من ثنائي لعشري، كيف نحول من ثنائي لعشري او من عشري لثنائي، تمام؟ اذا ما عرف كنت عارف كيف نحول، ارجع راجع وامورك ان شاء الله تكون تمام، ان شاء الله تكون تمام. طيب نروح على فرع ب، نروح على فرع ب، فرع ب زي ما انت شايف عندي مساله 1001 زائد 1111، تمام؟ شو طالب مني؟ جد ناتج مالي بالنظام الثنائي، جد ناتج مالي بالنظام الثنائي، تمام؟ طيب شو بعمل؟ يلا على طول خانة خانة،
هي الرقم الأول وهي الرقم الثاني. واحد زائد واحد، واحد زائد واحد تساوي اثنين بالعشر، بس احنا عندنا الثنائي على القاعدة اللي أخذناها قبل شوي. واحد زائد واحد صفر واحد. طب شو عمل؟ صفر واحد باليد. إذا من جديد، واحد زائد واحد اثنين بالعشرة. أنا بدي بالثنائي، بالثنائي كم على القاعدة أخذناها قبل شوي؟ صفر واحد. صفر واحد شو يعني صفر واحد؟ صفر واحد باليد، صفر واحد باليد، صفر واحد باليد، زي النظام زي جمع الرياضيات العادي، فقط يد واحد. طيب الآن أجمع واحد زائد صفر زائد واحد، هذا الجمع مع بعض بيطلع اثنين. اثنين شو يعني اثنين بالعشرة؟ حوله لثنائي بيطلع كمان مرة صفر واحد باليد. طيب نجمع الآن واحد زائد صفر زائد واحد برضو اثنين، حول اثنين من عشرة لثنائي بيطلع معي كمان مرة صفر واحد باليد، واحد باليد. طيب نجمع آخر واحدة، واحد زائد واحد زائد واحد، واحد زائد واحد زائد واحد بطلع ثلاث بالعشرة، حولها على النظام الثنائي زي ما أخذنا بالقاعدة في بداية الدرس، بطلع معي واحد واحد، واحد واحد، ثلاث تحولتها واحد واحد، هيك تكون المسألة عندي انتهت. هاي النظام الثنائي وهي النظام خط الأساس، هاي النظام الثنائي. إذا شو طلع معي الجواب؟ طلع معي الجواب بالنظام الثنائي صفر 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 واحد واحد، واحد واحد. طيب في طالب ما بيقتنع تمام، أو بده نسبة الخطأ تكون عنده صفر بالمية، صفر بالمية، شو بيعمل؟ بقول يا أستاذ بدي أروح على التأكد، أتأكد أتأكد جل ما ليس، وممكن في خطأ، أتأكد برتب أموري تمام وبقارن، ولازم يطلع معي الحل صح. خلاص تمام تمام بضل مكمل. خلينا نروح على الرقم الأول، هي الرقم الأول، هي الرقم الأول اللي هو واحد صفر صفر واحد، لو حولته من ثنائي لعشرة راح يطلع معك هذا تسعة زائد زائد. طيب هاي الرقم الثاني واحد 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 راح يطلع معك خمستاش، خمستاش. الآن أجمع تسعة زائد خمستاش راح يطلع معك أربعة وعشرين بالنظام العشري، بالنظام العشري. أرجع عيد التأكد، أنا شو عم بعمل بالتأكد؟ أنا بحول، أنا بحول من ثنائي لعشرة، رقم رقم، الرقم الأول تحولته تسعة، الرقم الثاني تحولته خمستاش، وجمعت جمعت تسعة زائد خمستاش طلعت معي أربعة وعشرين، طلعت معي أربعة وعشرين. الآن بتأكد هل هاي أربعة وعشرين؟ هل هاي أربعة وعشرين؟ إذا هاي أربعة وعشرين معناته حلي مية بالمية وما في عندي أي خطأ. طيب بحول هاي لعشرة على الطريقة السريعة، في طريقة ترتيب الخانات أو الطريقة السريعة اللي هي أوزان الثنائي، واحد اثنين أربعة ثمانية ستاش، الصفر راح راح راح، صف عندي ثمانية وستاش، ثمانية زائد ستاش أربعة وعشرين، أربعة وعشرين. إذا أنا حلي صح مية بالمية، أنا حلي صح مية بالمية تمام. أتوقع هيك وصلتك المعلومة تمام. ناخذ سؤال ثاني على الجمع كمان، بس بصيغة ثانية، بصيغة ثانية ممكن تجيك بالوزارة، بصيغة ثانية. سؤال ثاني، سؤال اثنين جد قيمة اكس فيما يلي، فيما يلي للمسائل الآتية، للمسائل الآتية والممثلة بالنظام الثنائي، للمسائل الآتية والممثلة بالنظام الثنائي، والممثلة بالنظام الثنائي، والممثلة بالنظام الثنائي، بالنظام الثنائي. طيب جد قيمة اكس في مالي المسألة الآتية والممثلة في النظام الثنائي، والممثلة في النظام الثنائي. هلا نشوف، ناخذ فرعين من الأسئلة كمان، ناخذ فرعين، ناخذ فرع ألف وفرع باء ونشوف نحل مع بعض تمام. مسألة نفس الشيء على الجمع بس صيغة السؤال مختلفة. حط لك أنا اكس تساوي بالثنائي 1 0 1 1 زائد 1 0 1 0 1. المسألة الأولى ب اكس تساوي تمام، لو ما حطيت لك الآن بالنظام الثنائي حط لك على طول هيك يعني 1 1 1 0
1 1 زائد 0 0 1 0 1. إذن عندي مسألتين، نريد نقرأ السؤال. جد قيمة x فيما يلي المسألات ومثل النظام الثنائي، يعني هو مفترض لك إنه هاي بالنظام الثنائي، إن حط أقواس أو محطش وفرض لك إياها بالسؤال إنها بالنظام الثنائي. إذا نحط أقواس أو ما حط وفرض لك إنه هاي ممثلة بالنظام الثنائي، تمام؟ طيب نبدأ نفكر في الأسئلة، تمام؟ ونحل فيها فرع فرع، نبدأ نحل فيها فرع فرع، مسائل سهلة، تمام؟ ما فيها مشاكل، تمام؟ بطلع أول شيء. طالب الآن مسألني احكي لي شو أستاذ إكس؟ هاي إكس جديدة علينا، إكس، إكس مالك فيها؟ إكس أنت مالك فيها؟ إكس هي تمثل سين بالرياضيات، سين. زي سين بالرياضيات، سين تساوي مثلا 2 زائد 3. كم سين؟ 2 زائد 3 تساوي 5. مالك في اكس انت؟ اكس بالعربي سين، بالانجلش صار تدخل الجامعة تاخذ مادة الرياضيات، تاخذ مادة الكالكولاس، تمام؟ بالجامعة راح يصير تاخذ مادة الانجليزي، راح يصير محل سين تاخذ اكس، محل صاد راح تاخذ واي، ومحل عين راح تاخذ زد. هاي بال ان شاء الله بس تدخل الجامعة وتاخذ مادة الرياضيات، تمام؟ هاي راح تكون عندك، هاي راح تكون عندك. اذا اكس زي تشبه سين بس بالانجلش. طيب بطلع عندي الان عملية الجمع، عملية الجمع. طيب شو بدي اعمل؟ هاي فرع الف، هاي فرع الف، بدي اجمع الرقم الاول مع الرقم الثاني، الرقم الاول مع الرقم الثاني، بدي ارتبهم تحت بعض، بدي ارتبهم تحت بعض. طيب الطالب الان بيسالني، الطالب الان بيسال، تمام؟ مين احط اول شيء؟ احط هاي ولا هاي؟ احط هاي ولا هاي بالاول؟ يعني مين احطه الاول هون؟ هاي ولا هاي؟ برجع بحكي لك انه عمليه الجمع عمليه تبديليه. شو يعني عمليه تبديليه؟ يعني ما بفرق مين حطيت بالاول، ما بفرق مين حطيت بالاول. مثال، 1 زائد 2 كم يساوي؟ 1 زائد 2 يساوي 3. طيب خلينا نقلبهم، 2 زائد 1 كم يساوي؟ 2 زائد 1 يساوي 3، نفس الشيء. اذا عمليه تبديليه، الجمع عمليه تبديليه، يعني ما بفرق مين بالاول، ما بفرق مين بالاول. طيب خلينا نبدا احنا بهاي نحطها 1 0 1 1 زائد رقم الثاني 1 0 1 0 1، تمام؟ هيك صفطناهم. طيب في الان بقالي شيء ناقص، تمام؟ طلع عندي هون كم خانه عندي هون؟ 1 2 3 4. عندي كم خانه هون؟ 1 2 3 4 5. هون عندي 4 خانات، وهون عندي 5 خانات، 4 هون 5 خانات. طيب شو عمل؟ شو عمل؟ بالكتاب طالبين منك، تمام؟ بالكتاب طالبين منك انه تضيف صفر على اليسار عشان يتوازن عدد الخانات. طبعا هل بالقيم بتأثر؟ بالقيم ما بتأثرش، يعني صفر هذا صفر على الشمال ما بيأثر، تمام؟ صفر على الشمال ما بيأثر، تمام؟ ولكن احنا بنضيفه، تمام؟ هيك طالبين بالكتاب انه تضيفه، لانه بالنظري هو ما بيأثر الصفر هون، بس بالعملي عندي بيأثر. بس نمشي على الصح، الصح انه يكون عدد الخانات متشابه مطابق لعدد الخانات العددين. شو اعمل انا؟ بدون ما اغير القيمه بزيد صفر على الشمال للعدد الاقل، للعدد الاقل. طيب نبدا الان نجمع. المساله صارت جاهزه، هاي عندي هون جاهزه بالنظام الثنائي وهون جاهزه بالنظام الثنائي، بس بدي اجمع 1 زائد 1 1 زائد 1 تساوي 2 بالعشري، ولكن بالثنائي تساوي 0 1 0 1 باليد. 1 زائد 0 زائد 0 1. طيب 1 زائد 1 1 زائد 1 1 زائد 1 تساوي 2. شو يعني 2؟ ما في 2 بالنظام الثنائي، في عندنا 0 1 زي ما قلنا قبل شوي. طيب 1 زائد 1 زائد 0 تساوي 2. شو الاثنين؟ يعني 0 1. طيب 1 زائد 1 برضه تساوي 2. شو يعني 2؟ يعني 0 1. ما برفع اليد لانه ما بضلش اجي ارفع اليد، خلاص هيك المساله صارت جاهزه، المساله صارت جاهزه بالنظام الثنائي، المساله صارت جاهزه عندي بالنظام الثنائي، بالنظام الثنائي. شو طلع عندي الجواب؟ طلع عندي 0 1 0 0 0 1، تمام؟ ما في داعي للتاكد، انت تاكد لحالك انت الان، بس تاخذ المساله وتلخصها على دفترك، ارجع تاكد على النظام العشري، حول هاي النظام العشري وهي النظام العشري، شوف كم بيطلع معك الجواب وقارنها زي ما اخذناه هنا، شوف مسألة كيف تطلع معك. روح على فرع ب، روح على فرع ب، روح على فرع ب، فرع ب حط لك اكس نفس الشيء، تمام؟ اكس نفس الشيء. طيب اذا ابدا فرع ب،
صفتهن الجمع حكينا عملية تبديلية ما بهمني لحظتها الأول ولحظتها هاي بالثاني. طيب الطالب الآن بحكي لي يا أستاذ هون ما في قوس وفي ثنائي، ما في قوس وفي ثنائي زي الفوق، ما في قوس، شو حكيك عن السؤالات أو الممثلة بالنظام الثنائي؟ يعني هو فرض لك إياها بالنظام الثنائي، نحط قوس أو ما حطش قوس، هو فرض لك إياها بالنظام الثنائي، هو فرض لك إياها، تمام؟ فإذا هذا الرقم بالنظام الثنائي وهذا الرقم بالنظام الثنائي، لأنه فرضه ممثلة بالنظام الثنائي. طيب ابدأ صفت، تمام؟ ابدأ في الرقم الأول، واحد، 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 صفر، واحد، واحد، زائد، الرقم الثاني صفر، صفر، هاي الرقم الثاني، واحد، صفر، واحد. طيب، الآن نبدأ في الجمع، بس قبل ما نبدأ في عملية الجمع، مين الآن اللي يحكي لي؟ قبل ما نبدأ عملية الجمع لسه المسألة مش جاهزة، شو ناقصها؟ المسألة مش جاهزة، طلع عليها شوي، تمام؟ إيش ناقصها المسألة؟ ممتاز، ناقصها صفر على الشمال للرقم الثاني، تمام؟ عشان يتكافئ عدد الخانات مع بعض، عشان يتكافئ عدد الخانات مع بعض. هل ضروري أحطه أنا بالامتحان صفر هون؟ نعم ضروري، ضروري أحطه الصفر عندي حتى حسب ما هو طالب الكتاب، وحسب لو أنت بدك تكمل عملي على هاي المسائل، لأنه هاي أصلاً تحضير للعملي، العملي مش مطلوب منك الآن، بس لو تكمل فيه عملي مطلوب منك إنه أنت تكمل أصفار، مطلوب منك تكمل أصفار، تمام؟ طيب نبدأ نجمع، واحد زائد صفر، واحد زائد صفر، واحد، تمام؟ طيب واحد زائد صفر، واحد زائد صفر، من واحد؟ واحد زائد واحد، زي الرياضيات العادية، واحد زائد واحد، اثنين، ما في اثنين بالنظام الثنائي، في صفر واحد زي ما أخذنا بالقاعدة قبل شوي. طيب واحد باليد، صفر، واحد باليد، واحد زائد صفر زائد صفر، واحد، تمام؟ واحد زائد واحد، صفر، واحد، والآن واحد زائد واحد هي اثنين اللي هي صفر، واحد، وهي تكون خلصت المسألة وهي ثنائية. طيب إذا كم قيمة x لفرع أ وكم قيمة x لفرع ب؟ هاي قيمة x لفرع أ، هاي x تساوي، ولفرع ب هاي x تساوي، بالنهاية تكون x تساوي هيك و x تساوي هيك، x تساوي هيك و x تساوي هيك للفرع، للفرع، تمام؟ إن شاء الله تكون المسائل واضحة، تمام؟ راح ناخذ برضه سؤال ثالث مغير، نفس الشيء على الجميع بس راح نغير صيغة السؤال، نتلاعب فيها شوي، نتلاعب في المسألة شوي، تمام؟ عشان تكون كل الأفكار عندي موجودة. الآن تقدر أنت توقف الفيديو عشان تنسخ وتلخص هذا عندك على الدفتر، تمام؟ تلخص على الدفتر عشان ما تضطر لك ترجع للفيديو وتكون كل الأمور جاهزة عندك. توقف الفيديو للحظات، تجيب دفترك وتكمل تلخيص، إن شاء الله كل أمورك راح تكون مرتبة. ناخذ سؤال ثلاث على الموضوع، سؤال ثلاث، سؤال ثلاث، جد قيمة x فيما يلي بالنظام الثنائي، بالنظام الثنائي، جد قيمة x فيما يلي بالنظام الثنائي. أنا أخذ كمان إشي فرعين، نفس الإشي فرعين، x تساوي 7 10 زائد 7 10 زائد 19 هكذا أعرف فرع ب x تساوي 6 8 زائد 3. إذا جد قيمة x في مالي بالنظام الثنائي. طيب نطلع السؤال شوي،
كيف بده قيمة x؟ عرفنا شو يعني x، x هي زي س ماليش فيها، أنا بدي الحل. شو العمليات المطلوبة عندي؟ عمليات الجمع، عمليات الجمع نبدأ بفرع ألف، نبدأ بفرع ألف، تمام؟ نلاحظ فرع ألف شو طالب؟ جمع. طيب حط لك 10 زائد 10، 10 و10. طب وين الثنائي؟ ما في ثنائي. طيب شو بدي أعمل؟ هل أجمع مباشرة 7 10 زائد 9 10 مباشرة؟ لا، بحكي لك ما بصير تجمع 7 10 9 10 مع إنه الجواب بيطلع 16 بالعشرة، تمام؟ ما بنفع أجمع، لازم أحول هاي لنظام ثنائي وأحول الرقم الثاني أو العدد الثاني لنظام ثنائي وبعدها أجمع، وبعدها أجمع. يعني ما بنفع أروح أجمع 7 و9 16 وبعدين أمسك ال 16 وأحولها لثنائي، لا، لازم تحول هاي لثنائي وتحول هاي لثنائي وبعدين تجمع. إذا هاي فرع ألف أولا، ودائما تخلي أمورك كلها مرتبة. نحول الرقم الأول هو 7 10، 7 10 بدي أحوله للثنائي، 7 10 بدي أحوله للثنائي. طيب كيف أحول 7 10 للثنائي؟ كيف بدي أحولها؟ 10 معلوم، 10 معلوم، إذا طريقة قسمة أو على الطريقة السريعة مباشرة اللي هي 1 2 4. شو الأعداد اللي بجمعهم مع بعض عشان أعطيني 7؟ بتطلع معي هاي وهاي وهاي، بتطلع معي هاي 1 1 1 واحد واحد واحد، تمام. طيب نروح أحول 9 10، 9 10 تمام، 10 معلوم، نروح على طريقة القسمة، 10 معلوم طريقة القسمة، حولتها لحالك على طريقة حولناها احنا، حولتها قبل، تمام، أو على الطريقة السريعة 1 2 4 8. إيش الأعداد اللي بجمعهم مع بعض عشان تعطوني 9؟ الأعداد اللي بجمعهم هو 9، اختار هاي وهاي راح تكون لي 1 0 0 1، اذا هاي 1 0 0 1. اذا الان جهزت المساله، حولت لثنائي، حولت لثنائي. لا برجع لا المساله نفسها بجهزها، لا المساله نفسها بجهزها. بصير عندي المساله اكس تساوي 1 1 1 ثنائي زائد ثنائي 1 0 0 1. هاي المساله في الألف، هاي المسألة 7 صارت عندي هي بالنظام الثنائي، بالنظام الثنائي تمام، والتسعة صارت عندي هي بالنظام الثنائي، بالنظام الثنائي. طيب الآن صارت مسألة جاهزة عندي بالنظام الثنائي، تمام. أقدر الآن أصفتهم وأرتبهم تحت بعض عشان أبدأ أحل، أبدأ أحل، ببدأ إذا بديت في هاي الأول أو هاي بالأول ما في مشكلة، لأنه حكينا عملية الجمع عملية تبديلية، عملية تبديلية ما بتفرق عندي إن كانت هاي بالأول أو كانت هاي بالأول. أخذ هاي بالأول، واحد 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 زائد واحد صفر صفر واحد. طيب نطلع المسألة، شو اللي ناقصها؟ شو اللي ناقصها؟ ممتازين، ناقص للعدد الأول صفر على الشمال عشان يتكافئ العدد الخانات. طيب نبدأ نحل، نبدأ نحل، نأخذ خانة 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 خانة. واحد زائد واحد صفر واحد، واحد زائد واحد زائد صفر اللي هي اثنين، خلصنا من هذا الموضوع، صارت صفر واحد تعلمناها. طيب واحد زائد واحد نفس الشيء صفر، واحد واحد زائد واحد اللي هي برضو كمان نفس الشيء صفر واحد، وهيك هون عندي هاي ثنائي وهي اكس. الجواب طلع عندي صفر 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 واحد بالنظام الثنائي، بالنظام الثنائي، بالنظام الثنائي، تمام تمام. طيب ننتقل الآن لفرع باء، ننتقل الآن لفرع باء، تمام. طيب أطلع على المسألة، هل المسألة جاهزة فرع باء؟ فرع باء المسألة جاهزة؟ لا، الرقم الثاني أو العدد الثاني جاهز بالثنائي، بس مشكلة عندي وين؟ في العدد الأول، العدد الأول ثمانية، ثمانية بدي أحوله أول شيء ثنائي، بدي أحوله ثنائي عشان أعرف أجمع ثنائي مع ثنائي، ثنائي مع ثنائي، تمام. إذا هاي فرع باء أولا بدي أحول 6 ثمانية، 6 ثمانية لا ثنائي، 6 ثمانية لا ثنائي. طيب شو الطريقة اللي نحول فيها من 6 ثمانية لا ثنائي؟ شو الطريقة اللي نحول فيها من 6 ثمانية لا ثنائي؟ على طريقة المجموعات، لا يوجد عشري، على طريقة المجموعات، تمام. شو طريقة المجموعات؟ 6 شو تكافئ؟ 1 2 4 كيف تروح هاي؟ راح تكون عندي، تمام، راح تكون عندي صفر واحد واحد،
إذا 6 و 8 راح تكون 0 و 1 و 1. وإذا ما عرفت كيف حولناها ارجع للتحويلات، ارجع راجع فصل التحويلات عشان تعرف تحولها مباشرة، لأنه إحنا الآن بش بصدد نرجع نتعلم كيف نحول. إحنا الآن بصدد إنه نتعلم الجمع، فإذا ما عرفت تحولها ارجع لفصل التحويلات لخطوة قبل عشان ترجع ترجع تحلها بسرعة مباشرة، تمام؟ وتعرف إنت المادة متراكمة مع بعض البعض، يا ما بينفع تاخذ درس اليوم تفوت عليه وانت مش فاهم التحويلات، ما بينفع، لازم تكون فاهم التحويلات 100%. اذا ارجع اكتب فرع باء بصيغته الجاهزه، تمام؟ بعد ما جهزناه فرع باء صارت عندي اكس تساوي 6 و 8. شو صار بالثنائي؟ 0 و 1 و 1 زائد هاي جاهزه، ثنائي 1 0 1 1. تمام، الآن بقدر أجمع بكل سهولة، بقدر أجمع بكل سهولة. ببدأ أرتب، رتبت هاي الأول أو هاي الأول بفرقش، خل أخذ هاي، هاي المرة أخذ العدد الثاني لأنه جمع عندي، عملية تبديلية 1 0 1 1 زائد بديت هاي في الأول، تمام، 0 1 1. تمام، شو ناقصها؟ شو ناقص المسألة؟ ناقصها 0 على الشمال، 0 على الشمال. طيب أبدأ أجمع فيها الآن، تمام، 1 زائد 0 1، 0 زائد 1 1 1 زائد 1 0 1 باليد، 1 زائد 1 2، شو ما في عندي 2 0، ما في عندي 1 باليد، خلاص 3 زائد 1، وهي ثنائي وهي إكس تساوي، طلعت عندي المسألة 1 1 1 1 0 0 1. تمام، إن شاء الله تكون المسألة جاهزة ومبينة أمامك، مسألة مبينة أمامك، تمام. هاي بالنسبة للجمع، تمام، هاي بالنسبة للجمع. تقدر الآن توقف الفيديو شوي ترجع تلخص اللي أخذناه، من جديد، ترجع تلخص اللي أخذناه الآن، تمام، على الدفتر وتكمل، عشان تكون دفترك هيك جاهز، هيك أخذنا تقريبا معظم الأفكار على عملية الجمع، الحصة الجاية إن شاء الله، والحصة الجاية راح نبدأ بالضرب والطرح، إن شاء الله تكون الحصة مفهومة، ويعطيكم ألف عافية. ودرس هاي المادة عشان نعرف، لأن هاي مادة تراكمية لازم تكون ماشية ورا بعضها، ادرس هاي وافهمها، تمام. وإذا ما كان في عندك مشاكل ارجع للتحويلات، وإذا وجدت مشاكل إن شاء الله نتواصل مع بعض، راح نقصر معكم إن شاء الله. يعطيكم ألف عافية والسلام عليكم.